أحمد نبي مدير التسويق شركة أبو ظبي الوطنية للمعارض، يسرني الترحيب بكم في المؤتمر الصحفي الخاص لمعرضي ومؤتمر الأنظمة غير المقبولة يومكس 2018. برأس سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قادة العسكريين في المنطقة في العالم. يعني طبعا الخطه خطه نمو المعرض وهو من قبل عندما تم انفصال المعرض، هذا يعني اكبر معرض في المنطقه يهتم في مجال الانظمه الدفاعيه العسكريه الى 122 شركه دوليه ومحليه، مقارنه مع 91 شركه عارضه في عام 2016 بنسبه زياده 25%. المفوضة الرسمية متوقعين 150 عضو في عام 2018 مقارنة ب 120 في عام 2016، اللي هي العروض الحية الداخلية بمشاركة عدد 6 شركات في عام 2018. سيدات والسادة ممثلي الشركات الوطنية التي واصلت الليل بالنهار لتعزيز تنافسية هذه المعارض. نحن في شركة أبو ظبي الاستثمارية بأنظمة ذاتية أداسي فخورين جدا بالشراكة الاستراتيجية مع شركة أبو ظبي الوطنية للمعارض أدنك، أجيال الطائرات بدون طيار والتي تتميز بقدرتها العالية على المناورة والعمل ضمن أقصى ظروف العمليات. تجدات والآفاق المستقبلية لهذه الصناعة للمساهمة في تحديد الاتجاهات والإشكاليات والتهديدات التي تواجه عالم الأنظمة غير. حرص الدائم من قواتنا المسلحة على تطوير الأداء ورفع مستوى التدريب والتسليح بما يجعلها من أفضل الجيوش الحديثة. أكد على دعمنا لمعرضي يومكس وسامتكس والمؤتمر المنازل الشركات العارضة لعرض. طبعا نحن في شركة أبو ظبي الوطنية للمعارض استراتيجية تعمل على التوسع في المعارض المقامة في دولة الإمارات المتحدة وبالأخص في أبو ظبي. المعارض هذه أهميتها تكمن في أن نحن نجذب كبار مصنعي هذه الأنظمة، سواء الأنظمة الغير مأهولة أو أنظمة التدريب والمحاكاة، ومن خلال هذه الشركات العارضة نستطيع أن يعني نؤسس شراكات لنقل التكنولوجيا إلى الإمارات، وفي نفس الوقت إعطاء الفرصة للوفود الرسمية والزوار المتخصصين للاطلاع على أحدث هذه الأنظمة وبحث مناقشة شراء هذه الأنظمة من خلال الشركات. حريصين دائما على توفير أفضل الخدمات في أرض المعارض هنا لأنها تمثل واجهة لأبو ظبي، الهدف منها إقامة المعارض هاي والتوسع فيها، كذلك أن البعد السياحي لمدينة أبو ظبي وشراكات مع كل المؤسسات الحكومية سواء العاملة في مجال السياحة أو في مجال الإعلام يعني توصيل رسالة هذه المعارض وشركة أبو ظبي الوطنية للمعارض للمشاركين سواء عارضين شركات عارضة أو زوار أو وفود رسميين. فنتمنى التوفيق للجميع في هذا المعرض إن شاء الله. دائما شركة أبو ظبي الوطنية عودتنا بالنجاحات التي يعني تحقق في هاي المعارض، آخرها كان طبعا آيدكس 2017 الحمد لله كان بنجاح عالي جدا. فإن شاء الله يعني التحدي هذا نحن قابلينه، وإن شاء الله أن نحن يعني نحقق نجاح كبير في هذا المعرض الأسبوع الجاي إن شاء الله، ونتمنى زيارة الجميع للمعرض يعني.